يا ميت اهلا وسهلا استاذ ناجي، يا مرحبا تفضل، يا مرحبا هلا استاذ، يا نورة الشام، يا اهلا يا اهلا، يا ميت اهلا وسهلا، يا مرحبا، يا ميت مرحبا، اهلا وسهلا. وعندنا هون الطابق الاول احسن صالون بكل الشام، يلي بده يعمل مانيكير بيديكير، يلي بده يعمل مساج ساونا وخار، يلي بده يتكيس. هو ابو القاسم قال لك تكيسنا برضه؟ على العموم احنا مكيسين جاهزين. وعندي انا هون مطعم على المسبح بياخذ العقل. هو ده الكلام يا باشا، احسن الجوع هبق على الواحد هبقى وحش خالص. عندي اكلات طيبه بكل الشام ما في منها. سجقات، فتات، خاعات، بيض غنم. ايه؟ بيض غنم. والغنم عندكم بيبيض ريمون؟ يا ناجي بيك. طب ما تقول كده. وعندنا ديسكوتيك تحت، ما في اخوه بكل الشام يا استاذ. واذا حبيت في كل مره تحت بتفك مشنوق. فك ايه؟ بتفك مشنوق. عندنا روسيات، اوكرانيات، بيلاروسيات، من جميع الجنسيات. هو ابو القاسم قال لك ايه عني بالظبط؟ احنا جايين هنا ليله وراجعين على مصر على طول. آسف ما بعرف، لازم الواحد يكون عربي قومي. شيلك من الديسكو، بعتذر منك. أما عندي مطعم هون عربي أصيل اسمه ألف ليلة وليلة، في كل رقاصة يا أستاذ بتفك مشنوق هي عم ترقص. فكك أنت بقى من المواضيع دي كلها، احنا هنقعد في الأوض نستنى أبو القاسم، محدش هيروح هنا ولا هنا، هنا لا بتوع رقص ولا بتوع ديسكوهات. ها احنا يا دوب يعني نجرب بيضات الغنم دي. على راحتك استاذ، هذا السويت تبعك وهي غرف الشباب، الدور كله لكم من بابه، ما في حدا غريب. تفضل شوف. سير هون سير. تفضل تفضل ناجي بيك، يا ميت اهلا وسهلا. ليش تعزف حالك؟ انا بحط لك شنطتي عندي بالمستودع، انا ما عندي مانع. انت ناوي تبات معنا هنا؟ اسف استاذ بس ابو القاسم. خلاص يا ريمون، خلاص ابو القاسم، ابو القاسم كرهتني في ابو القاسم. انا اسف استاذ، اذا بدك شيء رنه صغيره على الريسبشن وبتلاقيني قدامك هون، وهي مفتاح غرف الشباب. خاطركم. شوف ياض انت وهو، احنا قاعدين هنا ليله وراجعين على مصر بكره، مش عايز مشاكل، محدش يروح لا هنا ولا هنا، كل واحد يقعد في اوضته قافل عليه بابه، اللي عايز ياكل يكلم الروم سيرفيس يبعت له الاكل لغايه عنده. طب نغير هدومنا يا باشا، ده احنا مش طايقين الهدوم اللي علينا، كنا عاوزين كده ننزل نشتري كام غيار على كام طقم ترويشه كده. والله يا باشا انا شايف ان انت كمان لازم تنزل معانا، يعني قعدتك لوحدك هنا في الاوضه الكبيره دي هيجيب لك اكتئاب. بعدين يا باشا كفايه اللي احنا شفناه الايام اللي فاتت. يعني انتوا عايزين تنزلوا تروشوا، ومين اللي هيقعد جنب الفلوس؟ نخليها نبطشيات ناجي بيه، يعني واحد ينزل والتاني يقعد وبعدين يرجع مكانه وخلاص. انت عايزه تروش انت كمان يا نضال؟ لا بس اصل انا عاوز اعمل شعري، اتقصف طول الرحله دي، وبعدين مش هينفع انزل مصر وانا مبهدله كده. وانت يا ابراهيم مش عايز تتكيس ولا تتدلك؟ انا شفت عينك لمعت كده وريمون بيتكلم في الموضوع ده. والله يا باشا انت ظالمني، انا لا بتاع تكيس ولا تدليك. شوفوا بقى، محدش يروح اي حته لما اعرف هو فين. عندكم ساعه جوله حر. ايه في حاجه؟ لا مؤاخذه يا كبير، يعني اصل الحاله متشطفه جامد يعني. عايزين فلوس. عايزين كام؟ 50 يا باشا. يلا 50 دولار لكل واحد. لا يلا 50 دولار ايه؟ 50,000 دولار. 50,000 دولار ليه؟ يعني نشتري غيارين على طقمين بيضات غنم. هتاكلوا بيضات غنم ب 50,000 دولار؟ بلاش يا ابني الدناوة والعين الفارغة اللي أنت فيها دي. أنا بقول يا باشا نخليهم 40,000 دولار وكل واحد فينا يتصرف.
اسمع يا ابني انت، هو انا مش عايز الفلوس الكتير اللي معاكوا دي تهبلكوا، احنا تعبنا جدا في الفلوس دي. الله يفتح عليك يا ناجي باشا، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. الله يفتح عليك يا شيخ حسن. 25,000 دولار يا باشا ياخدهم كل واحد مننا، وهي الجليلة في يد المؤمن بتكثر بإذن الله. ناجي باشا، ما نرجع مصر بالسلامة إن شاء الله، ناوي تسيبنا تاني؟ تسأل السؤال ده ليه؟ أنت نازل مصر مليونير، عايز مني إيه تاني؟ يا باشا أنا كنت ضايع، وما كانش عندي أمل في أي حاجة. بصراحة يا باشا من ساعة ما لقيتك، وأنا حاسس إني أقدر أعمل المعجزات يا باشا. ما تسيبنيش تاني يا باشا، خليني جنبك، خلي الفلوس معاك يا باشا، وشغلني معاك. مين؟ تعالى ناجي بيك، أنا ريمون. ايوه ريمون. انا اسف ما بحب ازعجك، بس اتصل ابو القاسم وبسلم عليك وحاب يشوفك، ويا ريت تكون جاهز بعد ربع ساعه باللوبي، راح يبعث لك السائق. طيب اتكل على الله انت، انزل وانا حستنى تحت. استنى انت بتبص على ايه؟ لا انا ما عم بص على شيء. لا انت كنت بتبص على الشنطه.
اسمع بقول لك، احنا عندنا الشنط في مصر حرمة زي الستات بالظبط، يعني اللي يبص في شنطة غيره أكنه بيعاكس مرات غيره بالظبط. أنا آسف، لا تؤاخذني، السلام عليكم. مع السلامة.